أعزائي الطلاب، سأتناول موضوع جودة الحياة الوظيفية. تعريف جودة الحياة الوظيفية: جودة الحياة الوظيفية هي العمل على توفير ظروف عمل مناسبة للعاملين بحيث تسمح للمنظمة بإشباع احتياجات العاملين المتنوعة من خلال الموارد والأنشطة والمخرجات التي مصدرها المشاركة من خلال الجهود المتعاونة بين الإدارة والعاملين لكي ينتجوا منتجات أو يقدموا خدمات بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، مما يعود بالنفع على العاملين والمنظمة والمجتمع. أهداف جودة الحياة الوظيفية: أولاً، أهداف جودة الحياة الوظيفية للعامل: شعور العامل بالثقة في المنظمة نظرا لما توفره من ظروف عمل آمنة ومستقرة، والمحافظة على كرامة العامل، وتوفير فرص التنمية والنمو الوظيفي، كما أنها تساعد على إضفاء الطابع الإنساني بمجال العمل، وتوفير الظروف الوظائف المناسبة، بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للأجور والمزايا، وتوفر للعامل حرية التعبير الذاتي عن آرائه، مما يساعد على زيادة إنتاجية العامل التي تدعم الفاعلية التنظيمية. ثانيا، أهداف جودة الحياة الوظيفية المنظمة تؤدي إلى إيجاد قوة عمل أكثر مرونة وولاء ودافعية، ويعتبر ذلك ضروريا لتعزيز القدرات التنافسية المنظمة في دنيا الأعمال من ناحية الجودة في تأدية الخدمات ووصولها للعملاء، والمرونة والريادة التكنولوجية بالمقارنة بالمنافسين، كما يتراجع معدل الغياب عن العمل ومعدل دوران العمل وزيادة الرضا الوظيفي، مما ينعكس على أداء المنظمة إلى الأفضل. أسباب الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية: 1- التنوع في الموارد البشرية بالمنظمات المختلفة من ناحية السن والنوع والجنسية والدين واللون إلى آخره، ووجود المبادرات لتؤكد على النظر لجميع العاملين أنهم أصحاب احتياجات متميزة دون تميز أو تحيز. 2- التحول الاقتصادي والمنافسة التي أتت بها العولمة والتي جعلت العاملين يقومون بمهام وظيفية أكثر، الأمر الذي تسبب عنه زيادة توترهم نتيجة مطالبتهم بالعمل ساعات كثيرة دون عائد مناسب أو دون مقابل. 3- أدى التقدم التكنولوجي للتوسع في ترتيبات العمل المرنة، وفي نفس الوقت ضاعت الحدود الفاصلة بين الاحتياجات الوظيفية والاحتياجات الشخصية. 4- التغيير الذي طرأ على إعادة تصميم الوظائف والتقدم في المستقبل الوظيفي ببعض المنظمات، مما أثر جذريا على العلاقات الاجتماعية والوظيفية بين العاملين. أبعاد جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر زارة وآخرون: بعد الأول، التوازن بين العمل والحياة، وتضمن مالي، ساعات عمل عادلة. 2- مناخ مناسب بين العمل والحياة الخاصة. 3- توفر فرص إقامة الاحتفالات بالمناسبات. 4- عدم وجود أضرار مادية وذهنية. 5- قرب المسافة بين مكان العمل والمنزل. بعد الثاني، أبعاد اجتماعية بمجال العمل، تضمن ما يلي: أهمية العمل للمجتمع. 2- فرص العلاقات الاجتماعية. 3- العلاقات الاجتماعية المحددة أو الرسمية في العمل. 4- احترام العاملين. 5- تقدير الذات للعاملين من جانب المنظمة. 6- توافر القانون واللوائح التي تطبق على العاملين بالمنظمة. الثالث، أبعاد اقتصادية بمجال العمل، وتتضمن الأجر العادل، توافر الخدمات الصحية، توافر الخدمات الترفية، وجود نظام للتأمين بالمنظمة، وجود نظام مناسب لتقاعد العاملين، توافر الأمان الوظيفي، توافر السلامة المهنية بمجال العمل. بعد الرابع، أبعاد مرتبطة بمحتوى الوظيفة، وتتضمن: 1- العمل الجماعي، الاستقلال. 3- الإسهام في العمل. 4- العمل ذو المغزى الذي يحقق الهدف. 5- العمل السري والباعث على التحدي. 6- الشعور بالملكية في العمل. 7- توفر فرص الإبداع في مجال العمل. 8- وجود فرص للتعلم وتنمية مهارات العاملين. 9- توفر فرص الترقية للعاملين. يتضح من الجدول السابق أبعاد جودة الحياة الوظيفية: تضمن أول توازن بين العمل والحياة،
أبعاد اجتماعية بمجال العمل، أبعاد اقتصادية، أبعاد اجتماعية، أبعاد مرتبطة بمحتوى الوظيفة. وتوجد أبعاد أخرى من وجهة نظر بعض العلماء وتتضمن ما يلي: 1- تعويضات كافية وعادلة، 2- ظروف عمل مناسبة وأمنة، 3- الأمان الوظيفي وتطوير القدرات البشرية، 4- التكامل الاجتماعي، 5- التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الأسرية. بعض مداخل تحسين جودة الحياة الوظيفية كما يتضح من الشكل التالي: أولا، نماذج العمل المرنة وتتضمن الوقت المرن، أسبوع العمل المضغوط، المشاركة الوظيفية، التواصل عن بعد، العمل بنظام بعض الوقت، الأجازات الشخصية. ثانيا، إعادة تصميم موقع العمل. وتوجد بعض الطرق لإعادة تصميم موقع العمل، وهي تحسين تدفق العمل عن طريق ترتيب الأعمال المتجاورة بجوار بعضها البعض. 2- لتقليل تحركات الموظف العاملين البدنية المتكررة عن طريق وضع المعدات المكتبية جوار عمل العامل. 3- ضبط الإضاءة بدرجة مناسبة. 4- السماح للعامل بشخصنة مكان العمل. 5- استخدام ألوان تدخل البهجة بمكان العمل. 6- وجود مكاتب خاصة للأعمال السرية والهامة وتوافر مساحات مناسبة. 7- توفير أماكن لاستراحة العاملين خلال فترات الاستراحة. 8- إعادة ترتيب وضبط أو استبدال معدات العمل عند اللزوم. 9- وضع أعضاء فرق العمل بالقرب من بعضهم لينجزوا الأعمال بسهولة، خاصة إذا كانت الأعمال مرتبطة ببعضها البعض. 10- توفر أساس مكتبي مناسب. النقطة الثالثة، المدخل الثالث، إعادة تصميم الوظيفة. بالنسبة لإعادة تصميم الوظيفة، في خصائص يجب توفرها حتى تكون الوظيفة مثرى، وهي تنوع المهارات، إكمال العمل وأهمية مهام العمل، والاستقلالية والتغذية العكسية. ولو تم تصميم الوظيفة بناء على الخمس خصائص السابقة، فيكون العمل ذو مغزى وأهمية، ويشعر العامل بالمسؤولية تجاه مخرجات عمله، مما يؤدي لدافع أكبر للعمل ورضا وظيفي مرتفع، وينخفض معدل الغياب ومعدل دوران العمل. مدخل الرابع، مشاركة العاملين. تعتبر المشاركة بين الإدارة والعاملين جوهر الحياة الوظيفية، وتتم مشاركة العاملين في القرارات التتعلق بهم وبوظائفهم. وعن طريق المشاركة يمكن التعرف على المشكلات والعمل على حلها. ولقد تبين من البحوث أن المنظمات تدار بأسلوب المشاركة تتفوق عن غيرها من ناحية الإيرادات الكلية. وتوجد عدة طرق للمشاركة، منها دوائر أو حلقات الجودة، استطلاع الآراء العاملين، مشاركة بالنقابات العمالية والإدارة، ومشاركة العاملين في أرباح المنظمة، ومشاركة العاملين في ملكية المنظمة. خامس مدخل، وهو تمكين العاملين. التمكين يعني نقل المسؤولية والسلطة بشكل متكافئ من المديرين للمرؤوسين، ودعوة صادقة للعاملين المشاركة في سلطة اتخاذ القرار، ليصبح المرؤوس مسؤولا عن جودة ما يقرر أو ما يؤديه من أعمال، وأيضا المشاركة في المعلومات والمعرفة وفي تحليل المشكلات وصنع القرارات، مما يؤدي لنقل السيطرة من الرئيس إلى المرؤوس نفسه. ومن مزايا المشاركة أنها تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة الوظيفية، تحقيق الميزة التنافسية، زيادة الانتماء الداخلي، تطوير مستوى الأداء، رفع جودة وزيادة الانتاجية، تحقيق أهداف المنظمة. المدخل سادسا، مداخل أخرى لتحسين جودة الحياة الوظيفية. أول مدخل، تحسين بيئة وظروف العمل. 2- برامج الصيانة البشرية. 3- توفير برنامج الرفاهية الاجتماعية. 4- توفير برامج الرعاية الصحية. 5- التركيز على برامج الأمن والسلامة المهنية. 6- الاهتمام بالعلاقات الإنسانية في العمل. 7- فرق العمل المدارة ذاتيا. 8- إدارة الجودة الشاملة. اتضح من الشكل السابق عندنا 6 مداخل تحسن من جودة الحياة
الوظيفية. الاعتبارات الواجب مراعاتها لضمان نجاح مداخل تحسين جودة الحياة الوظيفية. 1- الثقة والانفتاح بين إدارة المنظمة والعاملين. 2- وجود نظام لإدارة المعلومات بالمنظمة. 3- توافر ثقافة تنظيمية جيدة. 4- تشجيع المشاركة بين العاملين وإدارة المنظمة وقادة النقابات عند حل المشكلات. 5- الإحساس بالأمان الوظيفي. أعزائي الطلاب، يجب أن ندرك أن الرضا الوظيفي يمثل أحد النواتج المهمة المترتبة على جودة الحياة الوظيفية. كما أشار العلماء أيضا إلى أن جودة الحياة الوظيفية لا يقتصر أثرها على الرضا الوظيفي فحسب، بل تتعداه لتشمل كافة مجالات الحياة الأخرى كالحياة الأسرية والترفيهية والاجتماعية والمالية. وعليه فإن جودة الحياة الوظيفية في مضمونها تتخطى الرضا الوظيفي لتشمل الرضا عن الحياة عامة والسعادة الشخصية والرفاهية الذاتية.